انا متاكد ان انتم هتفرجوا على الفيديو هذا بعد العيد على خاطر مصور بعد العيد. دونك عيدكم مبروك وسنين دايما. بمناسبه العيد خليوا لي المهبه نتاعي وخليوا لي لايك من توا وكهو. كيفاش الانسان هذا وصل ثروته ل 21 مليار و841 مليون وشويه صرف، وكيفاش في فيديو واحد لم 54 مليار و960 مليون وزرع 200 مليون شجره؟ نورمال السيد هذا يبيع دار كامله 3000 فرانك. وسؤال اهم، كيفاش السيد هذا وصل صرف في 2020 27 مليار و500 مليون على الكونت نتاعو؟ بليز بوت يور رايت هاند اون ذس كاش. Dead serious. Last one of you to take your hand off this million-dollar stack of cash keeps it. أنا سيبت حياتي الكل وجيتكم اليوم باش نفسر لكم كيفاش صاروا هذا من الكل، باش نفسر لكم منين جاوا الأرقام هذوما الكل، كيفاش صرف المليارات هذوكم الكل. نعرف اللي هي حاجة مش نورمال جميل، ونعرف اللي الإنسان هذاك ماهوش نورمال، وإذا كان تحبوا تزيدوا تتأكدوا ليه ماهوش نورمال، وتزيدوا تعرفوا عليه برشا حاجات، كملوا الفيديو هذا للآخر. الكلنا نعرفوا أبو فلة. حكينا عليه قبل. أبو فلة عنده فازة ديما يعملها نفس الكل يشوفوا عليها، واللي هي كل مايلستون يعملوا، كل مليون سبسكرايبر يخلط له، أبو فلة يعمل حاجة سبيسيال. في آخر مايلستون خلط له، يوصل أبو فلة 15 مليون مشترك القناة نتاعو. ابو فلة عمل جيفوي في 10 كراح. صلوا يا جماعة 15 مليون، مش كرهبة واحدة، مش اثنين، ومش ثلاثة، 10 كراح. والحوار تونسي كرهبة برك قاعد تحكي عليها شهر كامل، في الاخر ربحتها دونتيست. حس سعيد للجميع. ماهوش موضوعنا ولا علينا. في الدنيا هذه فما عباد ما عندهاش حدود، فما عباد ما تحسبهاش جمله، خاطر تلمو عندهم برشا فلوس ما ينجموش يحسبوهم، كيما خونا مستر بيست. مستر بيست يشبه الابو فلة، اما ابو فلة لنا ومستر بيست لنا، مش لنا نزيدو نعليو اكثر، يدي لازم تخرج من الكاد. ابو فلة في كل مليون سبسكرايبر يعمل حاجه سبيسيال، لكن مستر بيست كل ما يعمل فيديو يعمل فيديو سبيسيال، معناه فيديوهاته الكل سبيسيال. قال فيديو يعمله بالمرتاح يخسر عليه 30 مليون توانس. انا واحد من الناس الفيديو هذا خسر عليه دبو زمي هيك ما غادي باش كي نقعد نشرب كهو. لكن الفلوس هذوما كلهم ما يصرفهمش على الفيديو، لكن يصرفهم على العباد اللي فصل الفيديو. لان الناس كلها تتمنى انها تكون في فيديو من فيديوهات مستر بيست. اشخاص حياتي كان جيت واحد من بالليل يعرف مستر بيست وين يسكن. مش لازم هذه زي مستر بيست وصل لعطاء 40 كهرباء في فيديو واحد، مش 10 مش 20 ومش 30، 40 سياره فخمه. Today I'm going to be giving my 40 million subscriber all 40 of these cars. We have a Porsche, a Chrysler, a Tesla with a custom 40 mil wrap on it, and even a SpongeBob car. I picked this one myself. نعمل هكا خاطر ما عنديش 40 صباع، كي نعمل بدايه وسقايه تو ما نخلطش. كيما قلت لكم بك الحوار التونسي مرجون على هبال هشتيس، ونص الكل سمعت به، ومستر بيست في فيديو فيه 17 دقيقه اعطاه 40 كره، لكن بالنسبه لي هو حكايه فارغه على حاجه عاديه ونورمال يصير في اكبر العائلات. نورمال مول كلنا نعرفوا على تي جي تي في، يوتيوبر تونسي قعد بيريود طويله في تونس، لكن توا رجع لكندا، وكي جا لتونس عمل برشا كونتوني لنا، وزادوا تعرفوا عليه برشا توانس. واحده من اكثر الفيديوز اللي عامله فيويت في الشان نتاعو هي الفيديو هذا، اخر واحد ينحي يدو على الكهرباء يهز الملمه واللي فهم يربح السياره بكلها. لكن كلنا نعرفوا اللي شالنج هذاك ماهوش بالرسم، معناها مش كي تلصق يدك بالكل فور على الكهرباء ماكش باش تهز. لكن ما يقلقش على خاطر في الاخر خرج فيديو مزيان وبرشا عباد عجبهم الفيديو هذاك، وابريتو الفاز هذيك مش كان عاد تي جي تي في عمل، برشا يوتيوبرز من انحاء العالم عملوا نفس الشالنج هذاك، لكن مش الناس الكل قادر انه تعطي جوائز بالقيمه هذه وبلغه اخرى، ماهيش الناس الكل كيما مستر بيست، خاطر مستر بيست هو اللي بدا الشالنج هذاك. اما الفرق ما بينه هو وما بين اليوتيوبرز الاخرين انه سي مستر بيست يعطي الحاجات بالرسمي في الشالنج. عمل مستر بيست الشالنج نتاع اخر واحد يقعد ماسك الكهرباء يربحها بلامبورجيني، وعمل شالنج اخر واحد ينحي يده من الدار يا خو، اخر واحد ينحي يده ملياخت ياخو، اخر واحد يبقى في تسلا ياخو، اما يبقى اقوى شلنج تاع ميسين عامله، اخر واحد يبقى حتيدو على الكاش ياخو الكل، يهز الملمه واللي فهم. بليز بوت يور رايت هاند اون ذيس كاش. ديد سيريوس، لاست ون اوف يو تو تيك يور هاند اوف ذيس مليون دولار ستاك اوف كاش. بعد 36 ساعة وزوز ولاد هذوما حاطين ايديهم على الفلوس املا في انه يروحوا بهم الكل، واحد منهم يغلط غلطة تحيير ويهز يده مش بالعاني. هو بيدو ما صدقش اللي يدو تهزت مش بالعام، انا في بلاصتو يدي نقصها تروف ترو، ما سي نورمال بشغل بعد 36 ساعه وقدموا 3 مليارات. حتى المطفل اللي ربح ما صدقش اللي فينا الماي ينجم يروح لدار، اما مش جوست يروح لدارهم، يروح لدارهم وفي جيبه 6 مليارات. بون نعرف اللي جيبه ما يرفعش، اما فهمتوني شنو نقص. انا تو نهار من نهار تلمكم الكل نعمل لكم شالنج كيما هكا بمناسبه ل 250 الف مشترك اللي هم 4 مليون، على خاطر مايلستون بالرسمي مهمه برشا. نحط لكم 5000 حق شباتي وجازوزه، اخر واحد ينحي يده مبروك عليه. غالب كل واحد كل قدير وقدره، ما نجمش انا نجيب لكم 3 مليارات ولا دار ولا كراهب وما قلتليش روحي انا كراهب لا غالب. مسكين الطفل اللي هز يده مش بالعاني في فيديو مستر بيست حس بالذنب وانا دم ولا يبكي، وخاي عندك الحق تبكي حتى هما 3 مليارات هكا مشيو من عين. انا مره اخرى في بلاصه كيدي نقص، صحيح اللي هو مبلغ كبير برشا، اما باقي ماهيش اكثر حاجه انسان عطاها مستر بيست في فيديو، خاطر الهبله نتاع مستر بيست ما عمرها ما تاب. اما السؤال اللي تطرح واللي باش نجاوبوا عليه تاب، منين يجيب مستر بيست في الفلوس نتاعو؟ كيفاش عمل الثروه هذه الكل؟ سنين التالي كان نوريكم السيد هذا ونقول لكم اللي هو باش يولي مليونير، سامحني مستر بيست خاطر قلت عليك مليونير خاطرك انت ملياردير. وانتم باش تتفرجوا
عليه وتبداو به تي. كان نوريه لكم ونقول لكم الكلام هذاك تضحكوا عليا مش تصدقوا، وانا بيدي الحقيقه ماني باش نعطي فيه اللي هو بشوالي هكا. لكن المظاهر خدامه، احنا مثلا نهار اخر نولي نجم نعمل برشا فازيت كيما ذوك، ونرجع الفيديو هذا ونحي المقطع هذا ونحطه في فيديو بعد 5 سنين وتقولوا راه قالها قبل ما يعملها. ردوا بالكم عاد ردوا بالكم. مستر بيست بدا اول فيديوز نتاعو بايفون 5، انا بيدي كنت نصور في بيتي بايفون 6S. مره اخرى ردوا بالكم على رواحكم، معايا بالرسمي شدوا بلايص. وتوا مستر بيست 22 سنه من نورث كارولاينا، يمتلك واحده من اكبر اليوتيوب شانلز في العالم، اكبر حتى من شفها ابو فلا وانا معه، اكبر من اليوتيوبرز في تونس الكل. يتلموا مع بعضهم وتعجنوا مع بعضهم وتدخل كونتينيو نتاع هذا في هذا، مع عمرك ما تخلط لمستر بيست. كل فيديو يعملوا عنده 40 مليون مشاهده مضمون، وليه حاجه حتى بيدي باي ما قدرش انه يعمل. ميمسي عنده شين كبيره على الاخر ومعروف بالقديم. تو خلينا ندخل في الرسمي ونبداو نجاوبوا على الاسئله نتاعنا. اليوتيوب ماهوش مسيب، ما هي جوست بلاتفورم يهبطوا فيها العباد فيديوهاتهم وعباد اخرين يتفرجوا عليهم ويحطوا لايك وكومنت. اكيد نهار راكم سالتوا شنو الحاجه اللي تخلي الفيديوهات نتاع فلان اكثر من الفيديوهات نتاع فلان لا. وقت اللي نجموا هما يكونوا حكيوا في نفس السوجي، عندهم نفس نمبر دابوني، حكيوا بنفس الطريقه وهبطوا الفيديو في نفس الوقت. وعلاش في بعض الاحيان فما قنوات تلقى عندهم فيديوهات فيهم برشا فيديوهات وفيديوهات فيهم شويه فيديوهات، وعلاش في الاكوي نتاعك تحل اليوتيوب يجيوك الفيديوهات هذوكم بالذات؟ الاجابه صديقي المشاهد هي الالغوريتم، واللي هي حاجه كيما الذكاء الاصطناعي. بون مش كيما الذكاء الاصطناعي، هو ذاك هو الذكاء الاصطناعي اللي خلى الماكينه نتاع اليوتيوب ديما والعجله دور كيما نقول سنفرا العجله دور. ربي يخلص وحل سمراء وبالله ما عادش تفركوهم علي، على خاطر بالرسمي راه حكايه ماشي نتاع تفدليك وسايبوا الراجل. اما ساعات الماكينه نتاع اليوتيوب هذه تدور لك خواطرك على خاطر الكرياتور دو كونتون، على خاطر هذيك حاجه باش تعمل عليها برشا في حيات. ان نجحت راه هي باش تنجحك، واذا كان فشلت نجم تكون هي سبب الفشل نتاعك. اما اللي يبدا فيهم الالغوريتم بالكدا على الاخر صح علي، خاطر بيشكب على الناس الكل وحتى على البلاتفورم والعباد اللي يخدموا في البلاتفورم والعباد اللي عملوا البلاتفورم، وبش يقلع بلاصتو وبشد المراتب الاولانيه. اما هذا ما يعنيش اللي العباد اللي نجحت توا فهم الالغوريتم بالكدا بالكدا، خاطر حاجه بريسك امبوسيبل انك تعرف الالغوريتم كيفاش يخدم. لكن فما عباد في الدنيا هذه ما يعرفوش مستحيل. اكيد راكم نهار جيكم دوفوار صعيب على الاخر وقلتوا امبوسيبل، كان فما شكون باش ياخذ فوق العشره، في الاخر واحد من كلاسيك ياخذ 19 ولا 20. مستر بيست كيما العباد هذا، مستر بيست قرا برشا برشا على الالغوريتم وقرب منه بالكدا وعرف اليوتيوب شنو يحب بالضبط وشنو هي الحاجات اللي الواحد لازم يعملهم باش الفيديو نتاعو يضرب. والريزلتا هكا قدام، بريسك 62 مليون سبسكرايب و10 مليارات و500 مليون فيو. مبدئيا اليوتيوب يهمو في زوج حاجات باش يوصل الفيديو نتاعك لبرشا عباد، يهمو في قداش من واحد نزل على الفيديو نتاعك يشوفه في الاكو، ويهمو زاد في المتفرج قداش قاعد يتفرج على الفيديو نتاعك. خونا مستر بيست ما قصرش ونجم يوفق ما بيناتهم بحاجات بساط على الاخر كيما ثمنيل التيتر الستيل نتاع المونتاج والريتم والستركتور نتاع الفيديو اللي تخليك تتشبث بالفيديو نتاعو وما تنجم تخرج كما تكمل الفيديو هذا. ليس ذلك فحسب، بل تخليك تزيد تدخل للشين نتاعو وتزيد تتفرج على فيديوهات اخرين. اكثر اليوتيوبرز في العالم الكل جيهم بيريود يوليو يعملوا في برشا فيديوهات، وكيتوفى البيريود هذيك يا اما يطيحوا الفيوز ولا يبقاو ستابل وما عادش يقدموا برشا. لكن مستر بيست ماهوش من اليوتيوبرز هذو. حاجه تخلي مستر بيست يكون من اقوى اليوتيوبرز في العالم انه مستر بيست ما يتعاملش مع الشين نتاعو كانها كونت يوتيوب عادي، بوست بيه كونتنت يحط فيه ادز وببليسيتي لعبه يتفرجوا ويدخل فلوس ويعمل جل. لا يا صديقي، مستر بيست يتعامل مع الشين نتاعو كانها بزنس بالضبط، معناها كانها الشين نتاعو شركه وفي الشركه هذيك عنده عباد يخدموا معاه، والاستراتيجي اللي يخدم بهم في الشين نتاعو هما دي استراتيجي يخدموا بهم شركه الكبار وجيل الاعمال. واحده من الاستراتيجي هذوم هي الجروث ستيج. تو نكتبها لكم على خاطر انا نطقي بالانجليزيه ماهوش طياره برشا. برشا يوتيوبرز البرا كيجيهم بيريود يدخلوا فيها برشا فلوس يبدلوا ستيل دو في نتاعهم، يشريوا كراهب ويتبدل ستيل نتاع اللبس نتاعهم وفواياجات وريق وستوريات وحكايات فارغه على الاخر. مستر بيست وقت اللي جاتو البيريود هذيك الفلوس الكل اللي دخلهم انفستيهم في فيديوهات اخرى. مثلا فما مره دخل 10000 دولار من بوبليسيتي عملها في فيديو. انسان عادي يستعمل الفلوس هذوكم باش يعيش حياته ويصرفهم في الحاجات اللي يحب يصرفهم فيها، والا يخبيهم باش كان تحت به الدنيا يلقى. لكن مستر بيست ماهوش انسان عادي. شنو يعمل عمك مستر بيست؟ خرج للشارع واعطاهم لكل انسان محتاج اس دي اف في الشارع. يمكن فما شكون طاب شكون يا اخي نورمال السيد ما عادي معناها يعطي ريسك ما نعرفش انا 25 مليون توانسه يعطيهم هكا في الشارع. كان هكا تمشي نتشرد انا ويجيني واحد يعطيني 10 دولار في الشارع. والاجابه هي لا، مستر بيست مره اخرى ماهوش انسان عادي كيف، لكن مش بالسونس نيجاتيف. خاطر انسان ذكي برشا والاستراتيجي نتاعو مش صحيحه على خاطر الفيديو هذاك اللي عملو جاب له سبونسرات اخرين ودخلوا اكثر فلوس من الفلوس اللي خسر. في اخر 2020 مستر بيست هبط تويت وقال فيها اللي هو صرف 27 مليار على الكونتوني نتاعو، معناها التوتال نتاع الفلوس اللي عطاهم للعباد الديار الكراهب العباد اللي يخدموا عنده والفازات اللي عملهم الكل في اليوتيوب. خليني نكون صريح معاكم ونقول لكم اللي راهو اليوتيوب ينجم يدخل لك فلوس اكثر من اللي انت تتصور. اما بيان سور مانيش نحكي على تونس، ينجم يدخل لك فلوس لكن مش كيما البر، معناها الصراحه نتاعي حكايتها فيها. جوست صريح معاكم ابروبو اليوتيوبرز اللي برا مش في تونس، جوست حطوا في بالكم اللي راهو اليوتيوبرز اللي برا قاعدين يدخلوا في برشا فلوس اكثر من اللي انتم تتصور، اكثر برشا 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 على الاخر. لكن مش اليوتيوبرز الكل يضاويو كيما مستر بيست. صحيح اللي انتم تراهم برسم يصرفوا في برشا فلوس وكل شيء، لكن هما الفلوس هذوكم اللي يصرفوهم راهم حكايه فارغه على الاخر قدام الفلوس اللي قاعدين يعملوا فيها. دونك يتخمم فيها الفازه بالكدا وترى المشاهير نتاع اليوتيوب كيفاش اللايف ستايل نتاعهم تبدل واملاكهم وممتلكاتهم كيفاش كانوا يعيشوا كيفاش ولاو يعيشوا. تفيق اللي باليوتيوب رسمي تنجم تولي ملياردير، خاطر بخلاف الادز اللي يجيوك من اليوتيوب فما الببليسيتي اللي تنجم تعملهم في وسط الفيديو من شركات وسبونسر.
سبونسرات اللي تنجم تتعامل معاهم. لكن كيما قلت لكم مستر بيست الفلوس هذوكم ما ياخوهم بل يعمل بهم اكثر كونتين. وابار لي سورس هذوما نتاع الفلوس فما سورس اخرى برشا يوتيوبرز عملوا بها برشا فلوس واللي هي الميرش. فارتي كبيره من الفلوس نتاع مستر بيست جايه من الميرش واللي هما الفازيت والحوايج اللي قاعد يبيع فيهم واللي هي كيما صفقه ما بينه هو والفانز نتاعو. الفانز نتاعو يشري الميرش هذاك ومستر بيست ياخذ الفلوس نتاع الميرش هذاك ويعمل لهم بهم كونتينيو ماخي ويبقاو في السيركل هذيك القلوب هذيك تتعاود. هما يوفروا له الفلوس وهو يوفر لهم الكونتينيو والجو. هما يعملوا جو كيل بسرقه هذاك وهو يدخل فلوس ويعمل جو كي يعمل كونتينيو اللي يحب عليه. وهكاك الناس الكل يخرجوا فرحانين وربحين. وهكاك زاد مستر بيست يولي قادر انه يعمل حاجات حتى انسان اخر ما هو قادر انه يعمل. وهذيك حجم الحاجات اللي خليته يوصل يعمل اللي عامله اليوم. وهذاك زاد كان الجول نتاعو انه يهز اليوتيوب لعالم اخر ويعمل حاجات مخطره في مخ حتى حد وحد ما كان يتصور انه يجي نهار وانسان باش يعملهم في اليوتيوب. وهكاك يضمن في ديليتي نتاع الاودينس نتاعو خاطر الجو اللي يعمل فيه ما تنجم تلقاه في حتى شيء اخر. كيما عطيتكم ليكزامبل نتاع الكرهب وعلي تي جي تي في خاطر مستر بيست هو الانسان الوحيد اللي عندك فيه ثقه انه بالرسمي باش يعطي الحاجات هذوكم في الفيديو نتاعو. وهذه زاد حاجه تخلي برشا شركات يحبوا يخدموا معاه ويزيدوهم للبيدجي نتاع الفيديو هذاك. ان شاء الله كنا نوليو كيما مستر بيست. مش نطول عليكم في الاوترو and see you in the next video. Peace out. All the money feeding, I don't wanna go bombay. Them I don't know what I do when I go from bleeding. Leading the pack in black and I'm on with the bad. Snapping with a phone and dab. Boss up a man with a duster. Put him in the drip and sip blockbuster.